المجتمع الواعي هو المجتمع الذي يتمسك بالحقائق ولا يصغي للأوهام. ولو مرت عليه أي مشكلة، لو مرت عليه أي مشكلة أي صعوبة، لو كان يتطلع لأكبر هدف في الحياة، لو حصل عنده أعظم إحباط، لو مر عليه قلق شديد في الحياة، ما هو خياره في مثل هذه الساعات؟ النصوص وضعت لنا خيارات. لو أن الإنسان في هذه الساعة مرت عليه هذه المشاكل، لا يستسلم للأوهام، ليبقى في دائرة الحقائق، لكن كيف يتصرف عمليا؟ أي واحد منا الآن لو افترضنا عنده مشكلة من المشاكل في الحياة وعنده خيارات، يشوف ذكو هذا يصنع كذا وهذا يصنع كذا وهذا يصنع كذا، وكل واحد عنده حل وكل واحد عنده علاج، وواحد يقول له روح هنا، وواحد يقول له روح هنا، وواحد يقول له اعتمد على ذاك، وواحد يقول سلك هذا الطريق. النصوص ماذا أعطتنا من طرق للتعامل الإيجابي مع هذا الموطن؟ ثلاثة طرق أعطتنا، ثلاثة طرق في مثل هذه الساعة. هذه الطرق الثلاثة أقل ما تصنع أن تنقذنا من الوقوع في شراك الوهم. هذا أقل ما تصنع، أن تنحل مشكلة الإنسان بنحو كامل. هذا هم له عوامله، له ظروفه، له مبرراته، له مقوماته. طيب، لكن هذه الأمور التي أوصتنا بها الشريعة في مثل هذه الحالة حتى لا نكون فريسة الأوهام، أقل ما تصنع تنقذنا من الافتراس، افتراس الوهم أو الواهمين. شو تقول لنا النصوص؟ واحد، إذا مرت عليك هذه المشكلة أول حاجة تتذكرها ما هي؟ وصية النبي الأكرم صلى الله عليه محمد وآل محمد. في رواية معتبرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أول خطوة يسلكها الإنسان الثقة والتوكل على الله عز وجل. يعني هذا الأمر لابد أن يمتلئ به قلب وعقل الإنسان قبل أن يخطو أي خطوة. إذا وقع في هذه المشكلة، لاحظ، وبدأت حتى بدأت أو لم تبدأ، بعض الأحيان تبدأ هذه الأمور تتحرك في ذهن الإنسان، أين أجد حلا لهذه المشكلة؟ أي طريق أسلك؟ أي طرف أعتمد عليه؟ الركيزة الأولى التي ينبغي أن تكون ماثلة أمامه الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه. كلمة من ثلاث، أو رواية من ثلاث كلمات بس، وهي رواية معتبرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول: كفارة الطيرة التوكل. بس كفارة الطيرة، الطيرة يعني شنو؟ ها؟ الطيرة يعني التشاؤم، أحسنتم، الطيرة يعني التشاؤم. كفارة الطيرة التوكل، يعني إذا الإنسان حصلت عنده مشكلة في الحياة وتصور أن الأبواب أوصدت أمامه، شغله الإحباط والقلق، فقد كل أبواب الأمل، أول ركيزة يضعها أمامه الله سبحانه، يعني التوكل على الله والثقة بالله أنه سبحانه هو الذي يفتح الآفاق للإنسان، أنه الذي يتدخل لحل مشاكل الإنسان. الأصل الأول هو هذا. اثنين، شوفوا الرواية ماذا توصينا. اثنين، التفاؤل. أول نقطة الاعتماد على الله سبحانه. اثنين، التفاؤل. يعني أنا الإنسان في داخله يفتح لباب الأمل، يقول هناك أبواب مفتوحة، الآن أنا لا أرى
إن شاء الله سأراها في المستقبل. يتفائل بقدر، شوف بقرأ لكم رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق سلام الله عليه، بقدر ما يتفائل الإنسان يجد أبوابا. شوف شنو مستوى تفاؤله، شوف الرواية، رواية صحيحة السند، دققوا فيها الرواية. هنا الرواية الأولى كلمتنا عن الطيارة، الثانية نفس الشيء عن الطيارة التشاؤم. الأولى شو تقول؟ تقول كفارة الطيارة التوكل. زين، الرواية الثانية شو تقول؟ تقول شوف دقة الرواية، صحيحة هذه الرواية، الطيارة يعني التشاؤم على ما تجعلها، يعني أنت شقد تعطيها على ما تجعلها، هذا التشاؤم على ما تجعله أنت. أكمل الرواية، إن هونتها تهونت. إذا قلت في تشاؤم بس بسيط تصير بسيطة، وإن شددتها تشددت. إذا قلت الأبواب كلها موصدة، النوافذ كلها مغلقة، ما في أمل، ما يمكن أنا أحرز أي نتيجة، ما يمكن أنا أحقق شيء، تصير فعلا كذلك. يعني كأنما الإنسان هو الذي يوحي لنفسه أشياء ويلتزم بها في الحقيقة، بينما هي أوهام مو حقيقة موجودة، لأن لو كانت حقائق موجودة ما كانت مجرد طيرة وتشاؤم، لو وجدها الإنسان حقيقة ما تتغير الحقائق الموجودة الآن. هذا منبر أمامي خو، منبر بعد مو وهم، هذا مو راجع إلى أن والله أنا أعتقد أنه منبر سيكون منبر، إذا أنا ما أعتقدت أنه منبر ما بيكون منبر، لا الحقيقة موجودة. الطيرة على ما تجعلها، إن هونتها أعطيتها 10% صارت 10%، إن شددتها أعطتها 90% صارت 90%، بعد وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. يعني إذا قلت صفر هي عدم، تصير عدم، تصير عدم، تصير لا وجود لها، يصير لا تشاؤم. معناها شنو؟ أن الإنسان لابد أن يتفاءل، يثق بالله عز وجل. اثنين يتفاءل، الثالث شنو؟ لا يتفاءل هو جالس مكانه، حتى لو يشوف فيه شوي عوامل لا يتفاءل هو جالس مكانه، لا، إذا تفاءل خليه يقدم، حتى لو يشوف قدامه مجموعة مطبات خليه يروح. روايات هالشكل توصي.